هذا الشوط نستعد لاستقبال أولى المهرات لهذا الشوط. Fillies for this class is leaving and we are ready to start with the first filly. نستعد للمهرة التالية. Ready for the second filly please. Second to go. القوام 14.5 15.5 16.5
12 ونص مجموع 89.60. 89.60 is the total points for filly number 21 فخرة المنهل owned by Mr. سعيد سالم سعيد الزعابي. بداير owned by شيخ محمد سعود القاسمي got a total of 89.80 points. الحركة مرتين
you number 25. Next to the arena please. Next filly. مهرة اللي بعدها. صدارة ب 91.80 وتأتي بشرى الباهية في المركز الثاني حاليا ب 90.30 والمركز الثالث لميسى البزاير 89.8 حتى الآن طبعا مؤقتا. So the top three scores 91.80 for the Asira Dubai Arabians, in second بشرى الباهية by 90.30 and in third she is ميسى البزاير with 89.80 so far. Scores. Okay, thank you. 27 is done. Thank you. Next, Philly. اللي بعدها. مجموع 89.40 لإي إس جميرة.
89.40 is the total points for Philly. Number 27, ES Chimera, owned by Sheikh Abdullah bin Maid Al Qasim. Thank you. Can we have the next Philly, please? متنافسة جديدة في الميدان وننتقل لدرجات المهرة رقم 28 الود الهواجر لا أبلش من الهواجر أو مصيرة الهواجر المالك والربي دكتور آن حمد البيد الهاجري وهي العربية الود 19.5 و6 مرات 19 الرأس والعنق 19 بيجونا كل حقا 6 مرات الجسم 18.5 17.5 17.5 القوام 3 مرات 15.5 16 مرتين 15.5 16 الحركة 18 مرتين 18.5 19 مرتين 18.5 مجموع الود الهواجر 89.8 والمركز الثالث في آسيا في الصدارة وشبه المركز الثاني والود الهواجر المركز الثالث with a total of 89.80 Philly number 28 الود الهواجر for Dr. غانم عبيد الحجري stands in third place temporary 89.80 for Philly number 28 الود الهواجر تنهي المورة رقم 29 نستقبل التالية You ready? Send the next in, please. العربية 18 نصف 4 حكام 19
18 مرتين 18.5، جسم 17.5 ثلاث مرات 17.5 ثلاث مرات، القوائم 15.5 15 15 15.5 ثلاث مرات 15، الحركات 19 مرتين 18.5 19 19.5 18.5 و 19 مجموع 89. 89 is the total points for filly number 29 SS Arjan owned by Mr. Sultan Muhammad Khalifa Hamad Al-Yahyai. الجسم 18 5 مرات 17.5 وأخيرا 18.5 قوائم رجوة الزبير مرتين 15.5 15 مرتين 16 15 ثلاث مرات 18.5 18 19 18 19 المجموع 90.10% المركز الثالث Thank you.
الثاني. للتفاصيل هوي العربية 20 20 20 19 ونص، 20 ومرتين 19 ونص، ما شاء الله. الرأس والعنق 19 ونص، 3 مرات 20 20 19 ونص، و 19 جسم 18 ونص، 18 18 18 18 18، إذن 5 مرات و 18 ونص. القوائم 15 ونص، 3 مرات 15 16 ومرتين 15 ونص. الحركة لي نذير زبير 20 19 ونص، 20 20 20، ومرتين 19 ونص. مجموع ندية الزبير 92.80. 92.80 is the total points for Philly number 32. ندية الزبير owned by شيخ عبد الله محمد، شيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني. برافو ما شاء الله. إذا 92.80 تضع المهرة ندية الزبير في المركز الأول، وتصبح لآسيرة حاليا في المركز الثاني. So UAE first and second. First with Nadia Zubair with a score of 92.80. And second with Dubai Arabian Asia, 92.80. Bravo. مرة أخرى للنتائج التابعة لنتيجة المباراة رقم 33 للميزان من الأبي أسلم الأمريكا المالي والمربي الشيخ عبد الله بن مايد الحاسمي دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانية للميزان المغربية العربية مرتين 18.5 و5 مرات 19. رأس العنق مرتين 18.5 19.5 19.5 18.5 19. للجسم مرتين 17.5 مرتين 18 17.5 مرتين 18. القوائم 4 مرات 15.5 16 15.5 16. حركة للإي أس ميزان مرتين 18.5 4 مرات 19 و 18.5، ومجموع 90 درجة. المركز الخامس المهم. We will show you now the results and details of filly number 33. She is ES Mizan, owned and bred by Sheikh Abdullah bin Mayed Al Qasimi. She got a total of 90 points. She is ranked 5th so far. 90 points for filly number 33, ES Mizan. 34 is done. Thank you. And we're ready for the last. Last go will be number 35. Akhir Muharat, 35. Thank you.
نتابع مع النتائج المهرة رقم 34 ALR أمورة للمالك سيد محمد يوسف محمد علي الرشيد من تفاصيل الهوية العربية 18.5 19 19 19 19 ومرتين 19.5 الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 18.5 ثلاث مرات 19 جسم 18 مرتين 17.5 18 مرتين 17.5 و 18 القوائم 16 مرتين 15.5 16 16 16 16 الحركة 18.5 18 19 مرتين 18.5 19 18.5 مجموع ALR أمورة 90.20 فيلي نمبر 34 ALR أمورة owned by Mr. محمد يوسف محمد علي الرشيد got a total of 90.20 details on screen. This program is offered by استبلات القاسمي الهوية العربية لهذه المهرة ثلاث مرات 19.5 و 19.5 المجموع 89.70 The total of the last filly is on the screen. She is Shamsia owned and bred by Qasim Stables for UAE with a total of 89.70. ننتقل إلى المراكز. The winners of this class. بداية الزبير مبروك المركز الأول. آسرة المركز الثاني بشرة الباهي المركز الثالث ALR أمورة في المركز الرابع رجوة الزبير في المركز الخامس ميزان في المركز السادس والود الهواجر في المركز السابع Ladies and gentlemen, let's welcome the winners of Class 1 Section B. مدير عام نادي الشارقة الفروسية والسباق ونتوج مع ندية الزبير مبروك لندية مبروك للشيخ عبد الله بن محمد علي الثاني ودولة الإمارات العربية المتحدة It's a win for UAE and ندية الزبير in first Congratulations مركز الثاني المهرة رقم 25 مبروك لمربط دبي للحيل العربية مبروك لدي أسيرة
second place for UAE and Dubai Arabians. Congratulations to the Asira. المركز الثالث لبشرى الباهية. مبروك للسيد فيصل الشميلي. Third place في number 24 بشرى الباهية. Read by عجمان مستر and owned by Mr. فيصل الشميلي UAE. المركز الرابع مهرة 34 ALR أمورة. بارد يا سيد محمد يوسف علي آل رشيد. Third place. The fourth place also UAE. Number 34 ALR أمورة أو رشيد. المركز الخامس مجوة الزبير. مبروك الفاضلة آمنة محمد علي رشيد من دولة الإمارات العربية المتحدة. Also for you, she is with us today. Congratulations. Final market status. ES Pizza. Abdullah bin Mahid Al-Qasimi. Sixth place is number 33 ES Pizza. On the red by Sheikh Abdullah bin Mahid Al-Qasimi UAE. Congratulations. إلى المركز السابع الود الهواجر. مبروك لدكتور غانم محمد عبيد الهاجري. 7th place she is filly number 28 الود الهواجر. Congratulations to the owner and the breeder دكتور غانم محمد عبيد الهاجري and UAE. ألف مبروك لكم جميعا وكل الشكر والتقدير.